ننتقل الآن عبر سكايب إلى زميلة رولا ميمني والمتواجدة الآن في قطر في منطقة البيت السعودي، طبعا الخاص بمشجعين المنتخب، لتضعنا في الأجواء قبل لحظات من انطلاق بطولة كأس العالم 2022. أهلا وسهلا رولا، منورتنا في ساعة شباب. كيف ممكن تنقلي لنا الصورة عن الأجواء والاستعدادات وتواجدك في قطر قبل لحظات من افتتاح بطولة كأس العالم 2022؟ حياك الله. طبعا لميا، أنا متواجدة في قطر في كأس العالم، طبعا إحنا كمان متواجدين اليوم في افتتاح البيت السعودي على كورنيش الدوحة. طبعا في الكثير من الفعاليات على مساحة 18,000 متر مربع، وفي العديد من الأقسام والفعاليات اللي أكيد حنتكلم عنها. طب كيف يعني، كلمينا أكثر عن منطقة البيت السعودي اللي أنت متواجدة فيها الآن، يعني المنطقة اللي افتتحها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأيضا الفعاليات والخدمات التي تقدم للجمهور السعودي. طيب احنا بنتكلم لميا عن البيت السعودي واللي بيحتضن تقريبا 10 اقسام وفيها 21 قسم، او خلينا نقول جناح. في العديد من الفعاليات، بنتكلم عن الفعاليات الرياضيه، عندنا مسرح زي اللي شايفينه خلفي، حيكون في حفلات غنائيه، حيكون في نقل للمباريات السعوديه، بنتكلم عن 3,000 او اكثر من 3,000 مشجع راح يكونوا متواجدين باذن الله لتشجيع المنتخب السعودي. كمان عندنا متحف بنتكلم عنه، بيكون في صور للاعبين القدامى وشاشات لاجمل الاهداف اللي كانت موجوده على مدى السنوات القديمه، بالاضافه الى الواقع التفاعلي الفي ار. طبعا فكرته حلوه انه الناس بتتفاعل وبتلعب مع يعني خلينا نقول شاشات، والشاشات هذه فيها لاعبين، فصراحة الموضوع جدا جميل وممتع، العائلة كلها تقدر تستمتع فيه مو فقط الشباب. الجمهور صراحة متحمس كثير. رولا، ودي أعرف يعني إيش استعدادات الجمهور لمباراة المنتخب واللي بإذن الله راح تقام بعد بكرة، هل هناك مثلا ترتيبات معينة؟ والله يا لميا، يعني خلينا نقول الكل مبسوط، الترتيبات جدا رائعة، التنظيم في التنقلات في السكن، يعني زي ما يقولوا كل شيء في مكانه، كل شيء ماشي بطريقة جدا سلسة. المشجعين جدا سعيدين طبعا بهذا التنظيم، اللي كثير كانوا بيحاولوا يتخيلوا كيف حيكون، والحمد لله طلع افضل مما كانوا يتخيلوا ان شاء الله. واكيدين طبعا بعد ساعات قليله راح يبدا افتتاح كاس العالم 2022، وودنا صراحه توصفينا كيف المكان وايضا الاجواء الموجوده، المكان اللي انت فيه انا شايفه في ناس وراك، في شاشات ايضا كبيره، ايش نعرض فيها؟ احكي لنا. طيب الشاشات هذه الموجودة خلفي بنعرض فيها المباراة للمنتخب السعودي، بالإضافة لحفلات غنائية حتصير في هذا الموقع، ما أعرف إذا المشاهدين شايفين معايا هذا المسرح جدا ضخم حقيقة، ويعني بدأت فيه الفعاليات تقريبا من الساعة 12 الظهر ومستمر إلى الساعة 12 في المساء. طبعا متواجدين كل يوم في هذا الموقع إلى تاريخ 28 ديسمبر راح يكون مفتوح هذا المهرجان للجميع. ما شاء الله تبارك الله، فعلا يعطيك ألف عافية، ومتحمسين كثير رولا لتغطيتك، وأيضا كلنا راح نتابع إن شاء الله هذا الافتتاح ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. يعطيك ألف عافية، وبشكر طبعا كل المتابعين، وإن شاء الله دائما نكون معاكم على الوعد وفي تغطياتنا المستمرة. أكيد طبعا، إن شاء الله قريب نجيك قطر بإذن الله. بإذن الله، تنورينا حبيبتي. شكرا لك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. مشاهدينا طيب ننتقل